دعنا نتواصل من جديد واهم الاخبار في الساحه الرياضيه. داخل الاستوديو معنا الصحفي الرياضي مهند ابو حو. اهلا ومرحبا بك مهند، كيف حالك؟ مرحبا بك لين ومرحبا احمد، مرحبا بكل المشاهدين. كيف اخبارك؟ الحمد لله. عدد من الاخبار اليوم موجوده معنا. نبدا بالمنتخب الوطني وحديث عن اتجاه داخل الاتحاد العام بعدم التجديد للمدرب الكروات، مدرب المنتخب الوطني. كيف تنظر إلى هذا الأمر، يعني إن تم تطبيقه في هذه المرحلة تحديدا مقارنة مع حظوظ المنتخب في المباريات القادمة ومستواه يعني؟ نعم. طيب، منذ مشاركة المنتخب في بطولة الشان في المغرب كانت هناك أحاديث كثيرة جدا عن المستوى الفني بالنسبة للمنتخب، إضافة للرسم التكتيكي بالنسبة للمدرب، اختياراته للعناصر، عدم متابعته للدوري، اعتماده على قائمة شبه واحدة يعني منذ هذه المباراة، وحتى يعني عدم معرفته بأنه التصفيات دي شان ولا كان فيها مشكلة، بأنه مباراة زامبيا الأخيرة كان هي في بطولة المحليين، وسألوا أحد الصحفيين عن شيبوب وقال إنه ما استدعاه لأسباب، يعني هو ما مدرك إنه الشيبوب أساسا ما المفروض يلعب في البطولة دي. فعموما يعني هذه الإشكاليات تراكمت على المدرب، إضافة لعدم التعاون الواضح كان في بعض المباريات مع نصائح الجهاز الفني الوطني المرافق له، وبيتحدث أيضا عن يعني عدم تفرغه بشكل كبير جدا لمتابعة المستويات الفردية بالنسبة للاعبين مع أنديتهم، وحتى يعني كان في استدعاء للاعبين ما لعبوا مباريات كثيره جدا او مباريات كثيره، خلينا من كثيره جدا دي، اضافه لانه في لاعبين اصلا ما عندهم انديه كان برضو استدعاهم للمنتخب، وكانه ما في دوري ممتاز ما في غير هلال ومريخ يعني وبعض الشيء كده اهلي شندي. فلذلك يعني مجمل الاوضاع اللي كانت داخل المنتخب ما كانت جيده. النتائج الاخيره والمستوى الفني الأخير ألقى بظلاله على مسألة مسيرة المدرب ده مع المنتخب، وكان في أصوات منادية من مدربين وطنيين في شتى، إذا كان في وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كان في الصحف، إذا كان في الإذاعات، على أساس أنه هذا المنتخب يريد دماء جديدة في الدكة الفنية، وأنه الأوضاع أصبحت لا تحتمل، بما يعني أنه التواصل بينه وبين اللاعبين ما كان جيد، ردة فعله داخل المباراة ما كانت جيدة، الشوط الثاني دائما بيكون فيه اشكاليات كبيره جدا بالنسبه للمنتخب على الاطار التكتيكي وعلى اطارات اخرى، يعني الاطار البدني ايضا فيه مشكلات. فلذلك موضوع البدلاء وموضوع اللعيبه في الدوريات الاوروبيه اللي قدموا للمنتخب، الجميع كان يعني متوقع اشراكهم بصوره كبيره، يعني حتى ولو كان ادائهم في البدايه يعني قد يكون في مشكله في التجانس، لكن يعني المواطن السوداني ده داير يشوف الناس دي بيلعبوا برا كيف، وهل حيقدروا ينقلوا هذه التجربه، طريقه اللعب المتقدمه دي للمنتخب الوطني، هل حنقدر نحقق نتائج؟ الحاجات دي كلها بس اخذناها في 7 دقائق ولا 10 دقائق لما دخل ياسين حامد، وما كانت كافيه يعني. نعم، انا والله واحد من الناس كنت بنادي بانه عدم اشراك اللاعبين ديل في المباراتين ديل لاسباب فنيه ولاسباب نفسيه كده، يعني بمعنى انه اللاعبين ديل المجتمع ده جديد عليهم، الاسباب الفنيه ايضا هي طريقه اللعب جديده عليهم، اللاعبين اللي بيلعبوا ديل يعني زي اللاعب اللي انت بتجيبه محترف لهلال او مريخ بيحتاج لزمن، على فتره دمجه ما كانت كافيه يعني ينسجم، الفتره ما كانت كافيه، اضافه لانه اللاعبين ديل كان ممكن يستدعوا من بدري، يعني صحيح انه الشباب اجتهدوا، يعني ذكرت عدد من الاسماء اجتهدوا في انه اللاعبين ديل يرتدوا الفانيله بتاعت المنتخب الوطني، لكن مساله اشراكهم هي رهين بالمستويات وبانسجامهم مع العناصر الموجوده، صحيح انه المهاجم ده اصلا هو الحاسه بتاعته تجاه الشباك اصلا موجوده، بيحتاج للناس اللي تحته هم اللي يجهزوا له الكره، يعني اذا فهمنا عدم مشاركه احمد يونس ما ممكن نتفهم عدم مشاركه ياسين، لانه ياسين هو مهاجم يعني ما لاعب محاط بعدد كبير من اللاعبين في الوسط، يعني على اساس انه يتفاهم معاهم ويعرف طريقه لعبهم وتحركهم داخل الميدان. توقعنا ان اشراكه لاكثر من 10 دقائق ربع ساعه، تتدرج لحد بنهايه الجولات دي الجوله الثالثه بانه يشارك شوط يعني. نعم يعني شوط كامل على الاقل يعني. ودي نقطه بدايه انا افتكر الناس ما تقف عندها كثير، الواضح من خلال المباراتين انه المنتخب قادر بالعناصر الموجوده انه يعمل حاجه يعني في التصفيات دي، الفوارق ما كبيره وضحت بين جنوب افريقيا وبين السودان يعني.
مباراة فاز فيها جنوب افريقيا بشق الانفس بهدف يعني من خطأ دفاعي. فالحاجات اللي زي دي هي اللي المفروض نعاين لها، الاخطاء الدفاعيه، مساله اشراك لاعب او عدم اشراكه، دي حريه الجهاز الفني. في عوامل كثيره جدا، انا كنت في اجهزه فنيه قبل كده، لاعب يكون جاهز فنيا وبدنيا لكن ما جاهز نفسيا، بمعنى انه في مشكلات تعيق انه يتواصل مع اللاعبين، في مشكلات تعيق انه يتفاهم مع اللاعبين، ما متعود على تصبح تقديرات خاصه بالجهاز الفني، تقديرات خاصه، مساله اللغه برضه محتاجه برضه زمن شويه كده، حسب معرفتي انه بيتكلم عربي بسيط جدا يعني، فبيحتاج انه يتاقلم اكثر من كده. الفرص جايه، الناس ما تستعجل الحاجه دي، لكن بيتكلم عنه انه المنتخب في المباراه الاولى كان مميز، صحيح انه النقص العددي اثر على الفريق المنافس وخلى المنتخب يلعب باريحيه، لكن مباراه جنوب افريقيا كانت ممكن على الاقل تخرج منها بتعادل، تقصي واحد من المنافسين المباشرين بالنسبه لي في المركز الثاني، هذا نقول المركز الاول، المنافسين المباشرين بالنسبه لك هو جنوب افريقيا في هذه المجموعه. جنوب افريقيا هزمت امام غانا وفازت امامنا نحن يعني، فدي ثلاثة نقاط ونحن عندنا ثلاثة نقاط، فهي بعدل المعادله بقت شبه متعادله بيننا وبين جنوب افريقيا، كان ممكن نحن الافضليه تكون بالنسبه لنا. انا افتكر انه حتى اذا كانت العوامل اللي ذكرتها دي كلها بيتيح انه اقاله الجهاز الفني، انا افتكر انه ده ما الزمن المناسب لاقاله الجهاز الفني مهما كانت الاسباب، لانه الحفاظ على الشكل العام ده محتاج، الا اذا كان طبعا الجهاز الفني المعاون هو اللي حيتولى المهم، لانه حيكون عارف اسرار اللاعبين، عارف الامكانيات بتاعتهم، ما يجيبوا عنصر بديل او عنصر بعيد من المنتخب يخطوه في الدكه الفنيه، بيكون بعيد تماما يعني، بيحتاج زمن مباراه مباراتين حتى بعد ذاك يتعرف على امكانيات اللاعبين. اذا تم اقاله الجهاز الفني او رئيس مدير الجهاز الفني هو زيدرافكو لوغاروديتش، يجب انه يكون البديل وطني من العناصر الموجوده داخل الجهاز الفني، وربما الاستعانه ايضا ببرهان، يعني عنده خبره كبيره جدا في الدوري، بيعرف اللاعبين وبيعرف المنتخب يعني. طيب من الاخبار قراءه عامه عن الاوضاع في الهلال قبل لقاء القمه وخاصه مع وجود خلافات طاحنه. الخلافات ربما يكون فجر التكريم الاخير بالنسبه لرئيس النادي، والمشكلات تتعلق بالجوانب الاداريه، في مشكلات يقال انها بين اللاعبين وبين احد المدربين، وايضا مشكلات الالتراس والتصعيد الماشي، النبره التصعيديه دي، المساله انه انت ما حتقدر تحمينا نخش المباريات، وطبعا حتى اداريا ما من حق المجلس الاداري انه يمنع فئه معينه من الجمهور يعني، ولا يمنع الجمهور يعني. اصلا لانه هي دي من صلاحيات الاتحاد، الاتحاد لو كان في عقوبه بيمنع الجمهور اذا كان في اشكاليه معينه، ممكن ينقلك من ملعبك اللي بتلعب فيه الى ملعب اخر، وبيمنع الجمهور بشكل عام كمعاقبه، لكن ما فئه معينه يعني، ما فئه معينه، بتبقى هي المساله بعد فيها احتقان كبير جدا. الهلال ما محتاج له، حيلعب قريب في دوري الابطال، حيلعب امام الند التقليد المريخ في مباراه القمه، والاجواء دي صراحه اذا كانت فعليه يعني، اذا كانت ما مفتعله هي مساله بتاع الزمن وتروح، اذا كانت نتاج لتراكمات طويله حتلقي بظلاله بالتاكيد على المباراه وعلى المستوى الفني بالنسبه للاعبين، اما اذا كانت من باب الحرب النفسيه ربما تنجح يعني. طيب نتكلم عن التسجيلات بصوره عامه، وايضا عن العروض اللي بتقدم لعدد من اللاعبين يعني، من ضمنهم محمد عبد الرحمن في خبر انه يتلقى ثلاث عروض جزائريه للتعاقد معه. والله احمد اكثر فتره متعبه بالنسبه للصحفيين الرياضيين وبالنسبه للمتابعين وبالنسبه للجماهير الفتره دي، فتره الانتقالات. الحديث فيها بتكتر، الترشيحات فيها بتكتر، السماسره بتحرك بشكل كبير جدا، ويعني دي زي بيقولوا هي سوق بالنسبه للناس يعني، حركه كده موسم بالنسبه لهم، معليش يعني بنقول لهم فيه نقاطه كده، في ناس يعني معينين ديل معروفين، اسماء فلان وفلان وفلان وفلان، ديل معروفين للصحفيين وللمدربين وللاعبين، بيجيبوا اللاعب بيسجلوه، بيشطبوا اللاعب ويودوه الحته الفلانيه، بيخزنوه في النادي الفلاني عشان يسجلوه في، شغالين كده شغالين كده. فلذلك التكهنات صعبه في هذه الفتره، الاسماء كثيره جدا صراحه المطروحه، اذا كان من الامل، من الشرطه القضارف، من الهلال الى المريخ، من المريخ الى الهلال، من اهل شندي الى الهلال او المريخ، وهكذا والعكس. من الخرطوم والعكس يعني. فلذلك المسائل دي كلها مع التشديد من غرف التسجيلات بالنسبه للهلال وبالنسبه للمريخ، انه كل الكلام اللي قاعد قال في الصحف ده اجتهادات صحفيه، وانه الغرفه فيها سريه تامه يعني بالنسبه لنا، محددين اولوياتنا يعني. مثلا الهلال
ذكر بانه بيحتاج للاعبين محترفين ولاعبين وطنيين، مش كده؟ ايوه. الموجودين بالنسبه له حتى الجهاز الفني ذكر بانه هو عنده 4 خانات فاضيه، حيخلي الـ3 خانات بالنسبه للتسجيلات الرئيسيه بالنسبه له، وما حيقوم يعني يسجل لاعبين في الخانات دي على اساس انه يستعين بهم في نعم، يعني حيصعد واحد من اللاعبين في الهلال وحيسجل لاعبين مميزين بالنسبه له اساس انه يعينوه في دور المجموعات. هي فتره صعبه جدا، التاكد من المعلومه فيه صعوبه كبيره حتى من قبل اللاعبين، يعني يقول لك نحن في السوق، نحن ما بنحبز نمشي لا الهلال ولا الى المريخ، نحن في السوق موجودين. يعني حتى كرشوم دي واحده من الكلام اللي قالوا انه هو مطروح بالنسبه له حتى للخرطوم الوطني وللهلال وللمريخ، فلذلك هي فتره بيكثر فيها الحديث يعني. نعم. ايضا من الاخبار يمكن المريخ بيخاطب الاتحاد لتحويل الديربي لاستاد الخرطوم. نتيجه لربما اصلاحات داخل النادي وكذلك الاستاد، النجيله لاحظنا لها هي سيئه للغايه. دي واحده من الاسباب. في سبب اخر الناس بتتكلم عنه انه مساله التعصب لحد الان موجوده بين الناديين وبين الجماهير الناديين، في انه التكسير بتاع الكراسي والناس في وضع امني ما معروف يصل لاي درجه، اذا كان في مشكلات دي خاصه مع الاولتراس اللي حتجي في استاد المريخ بتاعت الهلال وحتكون في مشكلات. ف بغض النظر عن الاسباب، اذا كانت اسباب هي بيرجع تقييمه بغض النظر على الاسباب دي، بيرجع تقييم الاتحاد. الاتحاد اذا شاف انه من مصلحه الكره السودانيه او مصلحه الدوري انه تقام المباراه في استاد الخرطوم ستقام في استاد الخرطوم. اما اذا كانت الاسباب ما منطقيه وما في اسباب واضحه بالنسبه له انه ينقل المباراه، خاصه اذا كان الاسباب اللوجستيه بمعنى انه ارضيه الميدان، التجهيزات داخل الاستاد، غرف اللاعبين الى اخره، يعني اذا كان ما في سبب واضح بالنسبه لهم في دفعاتهم يعني اللي رفعها مجلس الاداره بتاع المريخ، الاتحاد حيكون امام ضغط، لانه بعدين حيكون في مباراه عوده. الاتحاد الهلال برضه حيقول نحن برضه عايزين نلعب في استاد الخرطوم، فحتبقى لمتين المساله دي، محتاجه حسم صراحه، محتاجه من اللجنه الامنيه انه تامن المباراه بشكل جيد، تحفظ ارواح الجماهير، تحفظ الامن العام بالنسبه للدخول والخروج، وافتكر انه يعني الانتشار الكافي بالنسبه لافراد امن الملاعب هو كافي لانه يعني يزيل الاحتقان والاحتكاك. الفواصل المفروض تكون اكبر شويه بين الجماهير الاثنين، وفي النهايه المباراه هي مباراه غالب ومغلوب، ربما تخرج تعادل تكفي المباراه يعني بياخذ النصيب الاكبر في انه الناس لو كانت واعيه فعلا الموضوع ده ممكن يمشي بشكل مناسب. صحيح. عالميا الامور سريعه على تصفيات امم افريقيا. امم افريقيا في نكسات بالنسبه لمنتخبات وفي تالق بالنسبه لمنتخبات اخرى، فوزين للجزائر، تعادل صعب للمغرب امام موريتانيا، وخيبه امل كبيره داخل الارض، ايضا خيبه امل كبيره بالنسبه للمنتخب المصري متتاليه للمباراه الثانيه امام جزر القمر بالتعادل خارج الارض بدون اهداف، والتعادل داخل الارض امام كينيا تقريبا بهدف لهدف. تساؤلات كبيره بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للمصريين في المستوى الفني بالنسبه للمنتخبين ديل بعد خروج المدربين هيرفي رينار بالنسبه للمنتخب المغربي، وكذلك بالنسبه للمنتخب المصري المدرب المكسيكي اجيري، وقبله المدرب كوبر، يعني المدرب المصري حسام البدري، ضغوطات كبيره جدا عليه في الفتره دي، خاصه انه مبارياته القادمه حتكون صعبه جدا، وهو مباريات متدرجه بالنسبه له، يعني في المجموعه دي المباراه القادمه حتكون اصعب بالنسبه له، لذلك يعني تساؤلات كبيره عن صاحب الرقم القياسي في حمل هذه الكاس المنتخب المصري، ومستويات بعيده جدا عن التاريخ بتاعه القريب ناهيك عن التاريخ البعيد. ايضا هنالك المنتخب الجزائري زي ما ذكرنا، فوزين متتاليين ومستوى مميز بالنسبه للمنتخب الجزائري، ويعني في الانتظار المنتخب الليبي ايضا، وكذلك المنتخب التونسي اللي فاز على المنتخب الليبي في برباعيه، ومعرفه جيده بمنتخبات شمال افريقيا هي اللي جعلت الدربيات دي جيده بالنسبه للمنتخب المغربي مع المنتخب الموريتاني، وكذلك المنتخب الليبي والمنتخب التونسي كانت الكفه تقريبا متوازنه.
احنا شكرا لك كثير جدا مهند ابو حواء على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الرياضيه لليوم. شكرا جزيلا. شكرا جميلا لك. الله خيرك. شكرا ايضا لكل المتابعين الذين يعني تابعوا هذه الحلقه في بدايتها من التاسعه ونحن الان على ضفاف الختام. نختم هذه الحلقه من المتحف القومي بفقره ربع، لكن قبل الختام تقبلوا تحايا فريق العمل الذي سعدنا جدا ونحن ننقل جهدهم. شكرا. شكرا احمد. شكرا مشاهدي الكريم، وحتى جديد اللقاء في امان الله.